هذه قناة مغارب نيوز من مدينة المحمدية. نحن الآن كنتواجدوا بشاطئ ملك بيتش بالمحمدية. فالأثناء هذه كيخرج واحد الزودياك أو المركب صغير مطاطي كيخرج للشاطئ. ما يعني سبب الخروج ديالو مجهول، لا يتوفر على محرك. ربما هو كان مركب مطاطي ديال حراقة كما كنقولوا هجرة سرية، أو ربما يستعمل لأمور أخرى، لكن حد ساعة معلومات غير متوفرة. فقط الزودياك هي الوحيدة اللي خرجت، هي حسب المنظر ديالها فيها عطب من الأمام، الخلف ديالها في كيكون المحرك كما كتشوفوا فارغة من المحرك، لكن أسباب و يعني استعمال ديالها أو كيفاش خرجت هنا مسألة مازال ما واضحاش، كتبقى فرضيات فقط. ربما هي الاستعمال ديال الهجرة السرية، أو ربما الاستعمالات أخرى، حتى واحد مازال ما عرفش. لكن باش تخرج هاد النوع من المراكب المطاطية هنا ليس بالأمر العادي، وإنما هي مسألة ديال نعم فيه عطب، وهذا العطب هذا ربما هو السبب ديال النفوق ديالو أو الخروج ديالو في الشاطئ. كما كتلاحظوا معنا محاولة الإخراج هذا المركب المطاطي أو الزودياكا للشط من أجل استكمال البحوث، وكذلك من أجل يعني إظهار سبب خروج هاد الزودياكا. صعوبة مع الأمواج باش تتحكم فيها صعيبة، ومع المثال بالماء وبالهواء يعني كيشكل واحد شوية ديال العائق أنه يخرجوه أجل استكمال البحث. الوقوف على أسباب نفوق أو ظهور هذا المركب المطاطي اللي هو زودياكا كما كنقولوا، حيث يعني هذه المسألة ديال الظاهرة ديال الهجرة السرية باتت شائعة في المناطق الساحلية بالمملكة المغربية. ما زلنا ننتظر معرفة أسباب خروج هذا المركب المطاطي اللي فعلا هو ربما استعمل من أجل الهجرة السرية أو لأغراض أخرى لا يمكن الجزم فيها إلا بتحريات من الشرطة الجنائية والشرطة القضائية والمختصين في المسألة. للتذكير فقط كنتواجدوا بشاطئ ملك بيتش المحمدية، حيث وصلتنا معلومة ديال نفوق أو لخروج أو لظهور مركب مطاطي زودياك بالمفهوم ديالو اللي كنقولوا عليه زودياكا. ظهرت في هذا الشاطئ، مازال ما عرفناش سبب النفوق ديالها أو الاستعمال، فاش استعملات، واش الهجرة السرية أو أغراض أخرى. حد العيارة أنتم معنا دائما على المباشر، ومن مدينة المحمدية ملك بيتش. هذا الشاطئ جميل، الشاطئ الرائع بمدينة المحمدية، لكي توفدوا عليه عدد كبير من السياح وكذلك الزوار من أجل استجمام، ومن أجل يعني أخذ قسط من الشمس و
استحمام في المياه ديال هذا الشاطئ في حرارة ديال الجو، وحنا مقبلين على الصيف. نتمنوا فعلا على ان هاد الاوبئة وهاد الامراض الفيروسات اللي ظاهرة ما تأثرش سلبا على الصياف والتمتع بالشواطئ المغربية. كنتم معنا عبر المباشر المغرب نيوز من ملك بيتش المحمدية. إلى اللقاء في مباشر آخر ومستجدات أخرى، والسلام عليكم.